في للنشر هذا الأسبوع: اتهامات بنصب آلاف الدولارات في ماراثون طرابلس، والضحايا أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة. مؤخرا عملنا احنا ماراثون طرابلس ونوعدنا بالجائزة وجائزة نصبت علينا، وصحيح هلا ما عطنا الجائزة. بعد أشهر على اتهام زوجها بقتلها، نبش قبر هدى يكشف قاتلها الحقيقي. يعيش حياته الطبيعية ببيته هو ولده ومرته. للنشر مع ريما كركي، الاثنين 9:30 مساء على الجديد.